نجوم النادي الاهلي السابقين، واحد من نجوم التحليل في الوطن العربي اللي بتشرف دايما بوجودهم معايا، كابتن طه اسماعيل على الهواء مباشره. كابتن طه مساء الخير. مساء الفل يا كابتن سيف. وحشنا يا كابتن طه، ازاي حضرتك؟ وبتشرف دايما وانت موجود معايا، والف مبروك. الله يخليك يا كابتن سيف، والله يبارك فيك. النهارده يوم عظيم، والنادي الاهلي شرفنا تشريف كبير جدا. طبعا استمرار لشغل فايلر، شغل موسيماني، معلش بقى. انت على قديمه يا كابتن طه، على قديمه الفريق النادي الاهلي. ما لا، وجديده برضو. انا على فكره يعني الحمد لله، انا برضو يعني بشارك في كل القرارات اللي بتحصل، بشارك فيها برايي المتواضع. يعني احنا النهارده بنقول لموسيماني مبروك، وبنقول لفايلر هارد لك. طبعا هارد لك، لانه هو ما انتهزش الفرصه وما جازفش، ما رضاش ياخد شغله بالكامل. ولذلك يعني ان شاء الله اذا فاز النادي الاهلي ببطوله افريقيا هتتحط في رصيد موسيماني وليس لفايرال دخل فيها خالص مطلقا. يعني حتى هو شوه يعني صورته وهو ماشي بشكل مش عايزين نتكلم فيها، لكن الحقيقه لم يكن على درجه كبيره من الاحتراميه والاحترافيه بحيث ان هو يعني يكمل شغله على الوجه الاكمل وبعدين ياخد الكريدت للاخر. عندك بطوله افريقيا والكلها كانت بعد مثلا 3 أسابيع من مشيه، كان ممكن ان هو يبقى متواجد، وكان ممكن ان هو يعني يصل الى الفوز في هذه البطوله، يبقى حقق في تاريخه حاجه كبيره جدا ما حققهاش قبل كده. لكن شاءت الاقدار ان هو يعني يمشي. موسيماني كان اختيار موفق، وطبعا اي اختيار، يمكن انا بتكلم دايما وبقول ان الاختيار بيبقى فيه نوع من المجازفه بس او المغامره، بس المغامره لما بتكون محسوبه الى حد ما بتبقى مقبوله. يعني بتشوف حيثيات لهذا الاختيار. هذا الاختيار موسيماني عارف فرقه النادي الاهلي كويس، السنه دي لعب النادي الاهلي مرتين، من سنتين لعب النادي الاهلي مرتين يوم ما كسب 5 ويوم ما خسر 1-0 هنا. عارف الفرقه كويس، جاي احلل بطوله افريقيا هنا، عارف الفرق الافريقيه بشكل كويس، وعارف الوداد على وجه الخصوص، ولو انه تاريخه مع الوداد ليس جيدا الا مع النادي الاهلي. يعني هم يمكن انا شفت احصائيه كده في خروج فريقه من الوداد كذا مره، لكن مع النادي الاهلي هو عمل شغل عظيم جدا، رجع الفريق للتراك اللي كان شغال فيه قبل كورونا. يعني اللعب اللي كان بيلعبه النادي الاهلي قبل كورونا وجماعيه اللعب والديناميكيه في الاداء، تغيير محلات، تسجيل اهداف، تغيير اللعيبه، والتيرن اوفر ده يدخل وده يخرج وده كل ماتش يتغير فيه لعيبه مفيش مشاكل. هو رجع هذا الامر لان بعد كورونا حصل لخبطه كبيره جدا من فايلر، وبقى يلعب بطرق لعب مختلفه اللعيبه مش عارفاها او مش واخده عليها. لعب مره ضد الزمالك 4-3-3 ولها مبادئ لتطبيقها ما كانش موفق فيها. لعب 4-4-2 كثير في كل الاوقات الاخيره، وطبعا نص الملعب فاضي، كرات طويله وحاجات، النادي الاهلي مش واخد على هذا الاسلوب. المهم يعني لما جه موسيماني رجع الفرقه لهذا الاسلوب، الشورت باسز والكومباكتس والاستحواذ الجيد، اللونج باسز في اوقات محدده مش في كل وقت لونج باسز. فشفنا في المباريات الدوري العام اللي لعبها النادي الاهلي سواء كابتن طه. مين نجم اللقاء النهارده من وجهه نظر حضرتك؟ أفشة نجم المباراه، محمد الشناوي. ليس أفشة نجم المباراه ومحمد الشناوي، ما هو انا يعني عايز اتكلم. أفشة كان له دور كبير جدا في ان هو ضغط على المدافع في الجول الاولاني ونجح في ان هو يستخلص الكوره، انفرد وسجل بهدوء جدا. طبعا هذا الهدف كان له فعل السحر للنادي الاهلي. صحيح النادي الاهلي 10 دقائق بعد الهدف كان يعني في نوع من الارتباك، لان الفريق الثاني كان متنرفز وبيحاول يلعب، وكانت الكوره دايما مش مسيطرين عليها، لكن بعد كده الفريق سيطر على الكوره بشكل كويس. أفشة كان قايم بدور كويس في نص الملعب، في النقل مع زملائه، في التمريرات لزملائه، من احسن المباريات اللي لعبها أفشة السنه دي. طبعا الشناوي في ضربه الجزاء حاجه عظيمه جدا، يعني ان هو مرتين يعني كره في التسديده الاولانيه ردها، وبعدين ترد الثاني الشوط الثاني برضو
مسكها في تاني مرة، وصمام أمان للنادي الأهلي، كل الكرات العالية اللي موجودة في الـ18 النادي الأهلي، اللعيبة بتلعب وهي مطمئنة إن وراهم جول كيبر كبير جدا، مطمئنين لكرات الكورنرز والكرات العالية اللي ممكن يبقى فيها خطورة، لكن هو ساعد السنتر باكس وساعد المدافعين في كل الكرات العرضية العالية اللي كانت بتتعمل بخروجه الموفق في الكرات العالية، ومدي أمان كبير للعيبة. اللعيبة بعد 10 دقائق أو ربع ساعة ابتدى يستقر الأداء النادي الأهلي، وابتدى يعمل الاستحواذ الجيد من رجل لرجل بشكل كويس جدا، لدرجة يعني أنا شايف يعني حتى المذيع الشوالي وبيتكلم بيقول لك يعني النادي الأهلي أكنه بيلعب في الجزيرة، يعني أكنه بيلعب في ملعبه مش خارج ملعبه. كابتن طه، من وجهة نظر حضرتك نفرح قد إيه؟ نستريح قد إيه؟ يبقى عندنا الثقة قد إيه؟ والكورة دائما وأبدا فيها متغيرات. نفرح على قد ان احنا كسبنا الماتش ده 2-0، ويبقى باقي لنا ان احنا نفوز في المباراه الثانيه وما نعتمدش على ال 2-0، يبقى احنا اكن 50% من المشوار. انا طبعا ببالغ شويه لما اقول 50%، مش عايز اقول مثلا 60 او 70%، لان كل المباريات لها ظروفها، عشان كده لابد ان نستعد للمباراه التاليه. وانا على فكره في اخر المباراه برضو كان عندي بعض التخوف في الدقائق الاخيره ان اللعيبه ترتكن على ان 2-0 المباراه انتهت، وممكن يعني النتيجه يجي فيه جول بشكل او باخر، بخطا، بتسديده، بكذا، يبوظ النتيجه، ما يخليهاش النتيجه اللي انت عايزها 2-0 غير 2-1. فانا شايف ان احنا يعني سعداء بالاداء اللي اداه النادي الاهلي، سعاده كبيره جدا، وفي نفس الوقت لابد يبقى عندنا الاستعداد والتحفز للمباراه التاليه، بحيث ان احنا نلعبها اكن احنا 0-0 وعايزين نكسب المباراة في ملعبنا بإذن الله تعالى. حالة اللعيبة البدنية الحمد لله من فضل الله جيدة جدا، كملوا المباراة بشكل جيد. البدلاء اللي نزلوا، أولا التشكيل اللي عمله موسيماني تشكيل رائع جدا، أو التشكيل المعتمد واللي أدى فيه الفريق بشكل كويس. حتى التغييرات اللي تمت برضو كانت تغييرات موفقة جدا. الفريق فضل محافظ على أدائه البدني والتكتيكي لآخر دقيقة من المباراة، ودي برضو نقطة مهمة جدا، لأن ممكن فريق يكسب جول ولا جولين ويروح واقف قدام الجول ويدافع وبتاع وتعرض لمشاكل في الآخر، لكن النادي الأهلي أضاع فرص كثيرة، يعني انفراد حسين الشحات جول 100%، مش عايزة كلام، وكور أخرى يعني النادي الأهلي أضاعها. لكن الشيء الجيد إن قد إيه من وقت المباراة وإنت متماسك ومحافظ على الإيقاع والأداء اللي أنت بتأديه بالسرعة الجيدة، باحتفاظ بالكرة بشكل كويس، الجماعية في الأداء، الرجوع في الدفاع بشكل مكثف، وقطع الكرات اللي بيلعبها الفريق الوداد في الكرات العالية أو البينية، الكرات المشتركة النادي الأهلي كان هو الأسرع فيها وهو اللي بياخدها أكتر، والفرق البدني واضح بالنسبة للنادي الأهلي في هذه المباراة. فأنا شايف أنه كون الفريق يلعب بهذا الإيقاع إلى آخر وقت من المباراة ده مكسب كبير جدا، أعتقد أن ده يعني يرجع للروح المعنوية اللي بيلعب بيها الفريق، والثقة الكبيرة اللي اللعيبة مديها الموسيماني، واللي هو أعطاهم هذه الثقة الكبيرة، وابتدوا يحسوا أن هم معهم كوتش كبير بيأدوا بشكل رائع جدا، واللي مطلوب منه بيعملوه. ودي نقطة مهمة جدا لما بيجي لك مدرب جديد، ودي بانت مش في مباراة واحدة، يعني بانت في مباريات الدوري، سواء النادي الأهلي فاز آخر مباريات على إنبي 3-0، وفاز قبلها على المقاولين العرب فرقة كبيرة، الفرقتين جامدين جدا، وبعدين تعادل مع بيراميدز وهو 10 لاعبين وكان مؤثر حتى وهو 10، وكان مهدد بتسديدات وبفرص ضاعت منه أمام بيراميدز وهو فريق كبير جدا، وكانت تجربة رائعة جدا قبل هذه المباراة. مباراة بيراميدز كانت تجربة مهمة جدا جدا، إزاي الفريق لعب تحت النقص العددي شوط كامل أو أكتر من شوط، وهو محافظ على إيقاعه وسرعة الأداء، الارتداد هجوما ودفاعا، إزاي إن هو تكتيكيا قدر إن هو يقفل المنافس على فريق كله مهارات عالية جدا، فريق بيراميدز ما ادالوش فرصة ان هو يعني يحقق مبتغاه سواء في خلق فرص او في تسديدات من بعيد. بالعكس النادي الاهلي كان موفق توفيق كبير جدا في ان هو كان متماسك لاخر وقت، كرات قفشة شايط في العارضة،
ضيع ضربة جزاء، ديانج شفنا تسديدات في الشوط الأول والشوط الثاني حاجة رائعة جدا، وبيقطع 30-40 متر في من نص الملعب إلى 18 في الفريق الثاني. الحقيقة مباراة الدوري ادت انديكيشن جيد لأن الفريق ابتدى يتحط في الفورمة بتاعته وفي الايه يعني الكادر اللي كان بيلعب بيه. دي جملة لازم اخدها من حضرتك فعلا، ان مباراة الدوري جهزت الفريق ان هو يظهر بالصورة الرائعة اللي احنا شفناها النهاردة. بشكرك يا كابتن طه، الف شكر، ودايما بتشرف بوجود حضرتك معايا، وان شاء الله باذن الله نبارك لك بعد المباراة القادمة. كابتن طه اسماعيل، واحد من نجوم التحليل في الوطن العربي اللي بتشرف